في آخر النهار، يعني المغرب قبل المغرب تكون عند أمك وأبوك أو في الشاليه اللي أنت اللي بتقعد فيه. أما أنك تقعد في الليل مشكلة، ممكن يجي الموج يسحبك وممكن يطلع لك سرطان البحر يقرصك، صح؟ إيه. طيب كمل القصة يلا. يوم بنى الهند القصر الثاني حسبت أنه زي الأول، وهو خبى القصر الثاني اللي بناه هو نفسه. بعدين يوم هند كشفت أحمد قالت والله لعلم أبوي. والله لعلم أبوي أنت خربت علي، ليش تخرب علي؟ يا ويلك يا أحمد، أنا بروح أعلم أمي وأعلم أبوي أنك أنت خربت القصر اللي أنا بنيته. زعلت وخذت في خاطرها هند وقالت بروح أعلم أبوي، وراحت فعلا هند وتبكي تقول يابا أحمد خرب علي القصر. وش رد عليها أبوها؟